يتفهم البداية بالعناوين. التحضير للدورة الثانية للانتخابات التشريعية محور لقاب وعسكر مع وفد من مؤسستي الإذاعة والتلفزة. وفاجعة جرجيس، الأهل يتمسكون بمواصلة التحرك والتصعيد. وموسي تدعو البرلمان العربي لعدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة. وفي التفاصيل، قررت الهيئة المحلية للحقيقة والعدالة بجرجيس التي تشكلت لمتابعة حراك المنطقة في علاقة بفاجعة غرق 18 من أبنائها مواصلة النضال والتحرك بكل الأشكال المتاحة مع إمكانية التصعيد، وذلك خلال تجمع شعبي انتظم مساء اليوم بجرجيس على خلفية خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة أمس الذي تطرق فيه إلى حادثة جرجيس. وحسب الناشطين بالمجتمع المدني الذين تداولوا على الكلمة خلال هذا التجمع، فإنه يتواصل الاعتصام مع إمكانية العودة به إلى مدخلي فضاء الأنشطة الاقتصادية والميناء التجارية والنظري في تنفيذ الإضراب العام الذي ينتظر أن يكون محور اهتمام الهيئة الإدارية المحلية للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، المنتظر أن تعقد يوم السبت إلى جانب بحث إمكانية تنظيم مسيرة يوم السبت أيضا. واعتبر المتدخلون في هذا التجمع اليوم أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد مطمئن وتفاعلوا معه إيجابيا، وخاصة في إقرار وجود جريمة وفي تقدم المسار القضائي، إلا أنه استغربوا ما أسموه بخطاب الفتنة بحديثه عن وجود أموال لم يكشف مصدرها أو لمن اتجهت، ليطالبوا بشدة بضرورة كشف المتورطين ومحاسبتهم وإيقاف كل من ثبت تورطه وإحالته مع القضاء من أجل العدالة والحقيقة حسب قولهما. عقد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر رفقة عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوف الفريخة وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي وديوان المجلس جلسة عمل عشية اليوم الخميس مع عواطف الدالي المدير العام لمؤسسة التلفزة الوطنية والوفد المرافق لها وسامية فتح اللي مكلفة بالتنسيق العام للانتخابات بالإذاعة التونسية لمناقشة التحذيرات الخاصة بالدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. ومثل بحث سبل التعاون بين الهيئة ومؤسستي التلفزة والإذاعة الوطنيتين محور هذا اللقاء الذي تم خلاله بالخصوص تبادل الرأي والاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الاتصال والتحسيس التي سيتم اعتمادها من قبل الهيئة بهدف مزيد التعريف بالمترشحين للدورة الثانية وبرامجهم الانتخابية وحث الناخبين على المشاركة في الدورة الثانية من هذه الانتخابات. وقد ثمن السيد فاروق بوعسكر خلال اللقاء مستوى التعاون القائم بين المؤسستين الوطنيتين ودورهما المهم في تغطية الدورة الأولى للانتخابات التشريعية، مؤكدا حرص الهيئة على دعم وإثراء هذا التعاون خلال الدورة الثانية. توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الخميس برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، دعت فيها البرلمان العربي إلى عدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعليا للشعب التونسي. كما طالب دستور الحر جامعة الدول العربية بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإلزام دولة قطر بإخراج أخطبوتها الجمعيتية المصنف من قبل عدد دول عربية ضمن التنظيمات الإرهابية من تونس، والكف عن ضخ المال المشبوه في الساحة السياسية عبر فقاقيع الجمعيات الخيرية خدمة لأغراض سياسية، والغلق الفوري لفرع ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المورد في فتاوى إراقة الدماء والاغتيالات وذراع الربيع التخريبية في العالم العربي، ويؤكد على أهمية وضع هذا الملف على طاولة مجلس الجامعة في أسرع الأوقات حسب نص البيان. وجاء في بيان أن الدستور الحر يهيب بكافة الدول العربية لاحترام حق الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة. وختاما، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في ذكرى تأسيسها اليوم الخميس أنها ستواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي صادق عليها الكنيست بقيادة بنيامين نتنياهو، كما وعدت الحكومة الفلسطينية بأنها ستصد أي عدوان إسرائيلي. وأحيت حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس الذكرى 58 لانطلاقتها بمهرجان مركزي في مدينة رام الله وسط الضفة
الغربية، حيث تجمع ألاف من عناصر الحركة ومناصريها في ميدان المنارة مع عدد من قادة فتح وأهالي الشهداء والأسرى والمحررين. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. التحذير للدورة الثانية للانتخابات التشريعية محور لقاء بوعسكر مع وفد من مؤسستي الإذاعة والتلفزة. فجعة جرجيس، الأهالي يتمسكون بمواصلة التحرك والتصعيد. وموسي تدعو البرلمان العربي لعدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.